هنتكلم بقى دلوقتي عن شابتر 6 في كتاب الابيك اللي احنا ماشيين بيه. طبعا هو بيتكلم عن الدايليوشن اوف ليكويد فورميليشن. احنا قلنا ان في دايليوشن اوف ليكويد اند سيمي سوليد وسوليد فورميليشن، فشابتر 6 في الاغلب بيتكلم عن الدايليوشن اوف ليكويد فورميليشن او ليكويد بريباريشن. زي ما كنا اتكلمنا قبل كده في السترينث والكونسنتريشن والكونفرجن، ان انا لما يبقى عندي دايليوشن معين، زي مثلا انا عندي فوليوم 10 مللي، حطيت الدراج مثلا 100 مللي جرام، حطيتهم في 10 مللي لتر، وبعد كده عملت فيرذر دايليوشن لمثلا 1 لتر اللي هو 1000 مل. زي ما احنا اتفقنا الكونسبت اللي هنحل بيه كل الدايليوشن او الكونسبت الموحد، ان انا ال 100 مللي جرام دول ثابتين، هيبقوا هما اللي في ال 100 مل، ولكن مش هيتغير، يعني الاماونت عندي ثابته، ولكن اللي بيتغير هو السترينث او الكونسنتريشن. وزي ما خدنا اكزامبلز كتيره في حالات الكونسنتريشن والكونفرجنز قبل كده، فانا عندي ال 100 مللي جرام في الاخر اللي انا عايز اوصل له هيبقى هما موجودين في 1000 مللي لتر او اللي هو ال 1 لتر يعني. تمام كده، ده كده الكونسبت اللي احنا هنمشي بيه من الدايليوشن. وزي ما قلنا وانا بحل مسائل الدايليوشن او اي مسائل فيها كونفرجن، بشوف المطلوب عندي ايه الاول، ببتدي اركز فيه واجيب الحاجه النهائيه، وبعد كده بص بقى على الكونسنتريشن، سواء هو ستوك سوليوشن مثلا او كونسنتريتد سوليوشن، او انا بحضره من حاجه تانية خالص، ابتدي ابص عليه واشوف بقى التحضيره بتاعتي هتمشي ازاي. تمام، يبقى كده اتفقنا على الكونسبتس اللي احنا هنمشي عليها ان شاء الله. تعالوا بقى نقول اول اكزامبل عشان او اول مساله عشان الوقت ما يضيعش مننا على الفاضي. How much methylene blue is needed to make 480 ml of a 1 in 50,000 solution؟ يعني انا عندي solution 1 إلى 50,000. طبعا المسألة سهلة جدا، 1 لـ50,000 يعني ايه؟ نفكها على طول 1 جرام لكل 50,000 مل. هو بقى عايز قد ايه هاخد من الميثايلين بلو ده عشان اعمل 480 مل، يبقى التحضيرة بتاعتي هتبقى فقط 480. هاخد بقى كام جرام من الميثايلين بلو طرفين في وسطين؟ يسنك يعني ان هي سهلة جدا. رقم 2، جلسرايل تراينيتريت انجكشن بي بي، مش هتفرق معايا، كونتين 50 مللي جرام من الجلسرايل تراينيتريت موجودين في 10 مللي بير 10 مل، كل 10 مللي موجودين فيهم 50 مللي جرام. الكونسبت اللي احنا قلناه، عملنا دايليوشن ل 1000 مل اللي هو 1 لتر بديكستروز 5، مش تفرق معايا الديلوانت خالص، يعني ما يقوليش مثلا دي 5% 20% 30، ولا هتفرق معايا الديلوانت خالص، يعني ممكن ده اصلا يبقى ديستراكتور يشتتني عن المساله نفسها. فاي ديلوانت ما عنديش مشكله خالص، المهم ان انا عملت فيرذر دايليوشن لحد 1000 مل. What is the final concentration in mic؟ عايز الفاينل كونسنتريشن بالمايك بير مل، يبقى انا عايز النتيجه النهائيه تبقى الاكسبريشن بتاعي مايك بير مل. تمام كده، تعالوا نمشي واحده واحده فيها. طبعا هي سهله جدا، زي ما احنا قلنا انا عندي 50 مللي جرام، عندي 50 مللي جرام موجودين بير 10 مل او محطوطين في 10 مل، عملت لهم فيرذر دايليوشن، يبقى انا كل اللي هيختلف بس السترينث او الكونسنتريشن. يبقى انا عندي ال 50 مللي جرام الاماونت دي ثابته، هتبقى موجوده في 1000 مل. طب انا بقى عايز الاكسبريشن بتاعي يبقى المايك بير مل، طب هات الملي جرام بير مل، يبقى الواحد مل هيبقى فيه اكس ملي جرام طرفين في وسطين، هتبقى حوالي واحد على يعني 0.05 ملي جرام، يبقى انت جبت 0.05 ملي جرام بير مل. طب هو عايزها لي بالمايك على طول بضرب في 1000، سهله جدا، هتبقى 50 مايك بير مل. يبقى انا كده حليت له الاكسبريشن اللي هو عايزه. اي ثينك يعني ان هي سو سيمبل بطريقه لذيذه يعني. تعالوا نشوف نمبر 3. نمبر 3 الفارماسيست قال 240 مل، 240 مل من ماده معينه اسمها الومنيوم مل، من الالومنيوم اسيتيت، التركيز بتاعي 5% ويت بير فوليوم. من الالومنيوم اسيتيت 2، يبقى هو اد الكميه دي كلها ل 2 لتر من الووتر. تمام، ناخد بالنا من الالفاظ. For irrigation, what is the final percentage؟ عايز ال percentage في الآخر weight per volume. يبقى أنا ال expression بتاعي في الآخر عايز أعمله ك percent weight per volume زي ما إحنا اتعودنا، وسهل جدا مفيش مشكلة، ولكن عندي تريك بسيطة جدا، إن هو خد ال 240 مل وضافهم على 2 لتر. تعالوا نرجع للمسألة اللي فوقها بعد شوية، اللي فوقها اللي هي رقم 2 دي، إن أنا كان عندي 50 مل لكل 10، يعني
الدواء دايب في 10 مل، ال 10 مل دول عملت لهم دايليوشن تو 1000 مل او تو 1 لتر. يبقى الفاينل فوليوم هنا، دي مسألة رقم 2، الفاينل فوليوم هنا هيكون 1000 مل او 1 لتر. تعالوا بقى نشوف الالفاظ بقى، اللعب بالالفاظ بقى. هنا هو خد ال 240 مل وضافهم، يبقى انا اخدت 240 مل وضفتهم الى 2 لتر، يبقى الفاينل فوليوم هنا كام؟ كان عندي 240 بلس 2 لتر اللي هو 2000 مل، هيكون الفاينل فوليوم بتاعي دي 2000 مل، يبقى 2240 مل. تمام كده، لان انا خدت 240 مل ضفتهم على 2 لتر من الميه اللي هم 2000 مل، انما ما كملتش لحد 1000، يعني انا ما عملتش هنا دايلوشن لحد 1000 او لحد 2 لتر. تمام، فهي دي التريك بس الوحيده اللي كنا عايزين ننوه عليها يعني، ولكن المساله اوفرول سهله. يبقى احنا دلوقتي في رقم 3 نمبر 3 بنتكلم ان انا عندي 240 مل من الالومنيوم اسيتيت 5% weight per volume محطوطين في 2 لتر، كل الفوليوم ده هيبقى فاينل عندي 2240 مل، وعايز الاكسبريشن بتاعي percent weight per volume زي ما احنا اتعودنا. يبقى انا عندي الاصل السوليوشن بتاعي 5% weight per volume، لما نفكها بسهوله 5 جرام لكل 100 مل، صح كده؟ ولكن انا عندي كام؟ 240 مل، نفس الافكار اللي احنا خدناها قبل كده. يبقى اكس جرام في 240 مل، الاكس دي هتساوي 12 جرام. تمام، يبقى انا عندي 12 جرام موجودين في 240 مل وضفت عليهم 2000، يبقى ال 12 جرام ثابتين موجودين في 2000، بقى الفاينل كله 2240 مل. يبقى انا عايز بيرسنت ويت بير فوليوم، يعني اكس جرام لكل 100 مل، طرفين في وسطين، هتبقى سهله جدا، والرقم اللي هيطلع هيبقى بيرسنت ويت بير فوليوم. يبقى تعالوا نشوف نمبر 4. يبقى كده نمبر 3 خلصت، نشوف نمبر 4. A pharmacist required to produce، انا محتاج اعمل 1 لتر من صوديوم كلورايد اللي هو محلول الملح العادي جدا. السترينث بتاعي عشان اوصل ل 0.9% weight per volume اخد 20 مل واعمل لهم دايليوشن ل 100 مل من الووتر. تمام، وانا ما عنديش صوديوم كلورايد غير التابلت ده، وكل تابلت بتحتوي على 2.25 جرام من الصوديوم كلورايد، ومحتاج بقى عدد التابلت اللي انا هاخدها عشان اعمل التركيبه او التحضيره بتاعتي دي. طيب، يبقى انا عايز اعمل 1 لتر، يبقى الفاينل فوليوم بتاعي 1 لتر، والكونسنتريشن بتاعي اهو، وانا خدت 20 مل واحطهم على 100 مل ووتر هيديني الفاينل كونسنتريشن ده. يبقى انا عندي 0.9% weight per volume اللي هي 0.9 جرام لكل 100 مل، صح كده؟ وانا عندي 100 مل، يبقى ال 100 مل دول موجود فيهم 0.9 جرام، وبالتبعيه ال 0.9 دول موجودين في 20 مل، يبقى ال 0.9 جرام دول موجودين في 20 مل. طب انا مش عايز اعمل 20 مل، ده انا عايز اعمل 1000 مل اللي هو 1 لتر، صح؟ عشان عايز ابروديوس 1 لتر من الصوديوم كلورايد، يبقى الفاينل البرودكت بتاعي هيبقى 1000 مل. يبقى الاكس جرام دي موجود كام بقى في ال 1000 مل؟ طرفين في وسطين، اللي هي 1000 في 0.9 على 20، حوالي هتبقى 45 جرام. ال 45 جرام بقى دول فيهم كام تابلت؟ 45 جرام هيبقى فيهم كام تابلت؟ لما كل 1 تابلت بتحتوي على ايه؟ على 2.25 جرام، صح؟ 2.25 جرام. تمام، طرفين في وسطين، هيطلع لي النمبر اوف تابلت بسهوله جدا. يبقى دي نمبر 4. نمبر 5، How many milliliter of solution 4% solution من الجلوكوز are required، عايز المل اللي انا هاخدها منه are required to prepare solution 100 مل، عشان احضر 100 مل solution containing 10 milligram per مل. يبقى الفاينل كونسنتريشن بتاعي 10 milligram per مل، قد ايه بقى عشان احضر 100 مل من الفاينل ده؟ قد ايه هاخده من ال 4% weight per volume؟ ناخد الازرق. يبقى انا كده الفاينل برودكت عندي او الفورمولا اللي انا عايز احضرها 100 مل من الكونسنتريشن او السترينث الفلاني ده، يبقى 10 مللي جرام لكل 1 مل، ولكن انا عايز احضر 100 مل، هيبقى فيهم كام مللي جرام؟ يبقى اكس هيساوي 100 في 10 على 1 اللي هو 1000 مللي جرام، صح كده؟ سهله جدا. طب انا محتاج اخد 1000 مللي جرام من الجلوكوز عشان اعمل التركيبه بتاعتي دي واعمل له بقى دايليوشن زي ما احنا
بنعمل، ما عنديش مشكلة. ولكن اللي أنا عندي 4% 4% weight per volume solution، يبقى أنا 4 جرام من الجلوكوز ده موجودين في كل 100 مل. طب أنا لا، ده أنا محتاج أعمل 1000 مل جرام، اللي هو 1 جرام. ال 1 جرام ده هيبقى موجود اكس مل، تمام كده؟ يبقى اكس مل هتساوي طرفين في وسطين 4، آسف 1 في 100 على 4، اللي هي 100 على 4 فيها كام؟ اللي هي نلاقيها 25 مل، تمام؟ 100 على 4 25، ومسألة سهلة جدا وسو سمبل يعني. طيب في بقى قانون، القانون اللي احنا كنا خدناه قبل كده في الديليوشن، اللي هو C1Q1 equal C2Q2. الكيو دي اللي هي الكوانتيتي اللي انا هاخدها، ممكن تبقى بالمل، فهنا هسميه فوليوم C1V1 وC2V2، او ممكن تبقى بالجرام او الكتلة يعني اللي هو الماس، فهبتدي احطها بالجرام او الميل جرام على حسب ما انا شايف، تمام كده؟ فممكن احل المسألة دي بالقانون ده في خطوة واحدة واخلص. انا عندي 2 concentration، عندي concentration 4% weight per volume، عايز اشوف انا هاخد الفوليوم بتاعي قد ايه منه عشان احضر concentration تاني الstrength بتاعي 10 ملي جرام بير مل. ولكن طبعا لازم ال 2 concentration او الاسترنس بتاعهم يبقى واحد، يعني اليونتس بتاعته تبقى واحدة، يعني ما ينفعش ده ويت بير فوليوم واسيب ده ملي جرام بير مل، لازم اوحد اليونتس زي ما احنا اتكلمنا، والفوليوم التاني هيبقى 100 مل، تمام؟ ببساطة خالص ممكن احول ال 10 ملي جرام لكل ملي دي لبيرسنت برضه ويت بير فوليوم بسهولة جدا، ان 10 ملي جرام هتبقى كام بقى بالجرام لو قسمنا على 1000، اللي هي 10 على 1000 يبقى صفرين، يبقى 0.01 لكل مل، 1 مل يبقى اكس جرام لكل 100 مل، لو انا عايز اعملها اكسبريشن زي ما احنا هنثبتها لفوق كده. يبقى انا بتكلم على الاكس هنا بكام؟ 1 جرام بيرسنت ويت بير فوليوم. يبقى لو عملنا القانون بقى C1V1 equal C2V2، يبقى هنا بقى عشان انا هاخد بالمل فهعمل C1V1 equal C2V2. ال C1 الكونسنتريشن الاول اللي هو 4%، وال V1 هو ده اللي انا عايز اجيبه، انا عايز اعرف انا هاخد منه قد ايه كونسنتريشن، بيساوي C2 اللي هو الكونسنتريشن الثاني بقى اللي انا جبته اللي هو 1%، صح؟ 1% في ال V2 اللي هو 100 مل. فبرضه طرفين في وسطين، انا هنا عندي الاكس اللي هو ده، الاكس هيساوي 1 في 100 على 4، طبعا البيرسنت هنا هي البيرسنت هنا، فهيشيلوا مع بعض 1 اللي هي 100 على 4 برضه هتساوي 25 مل. فدي رقم 5 حليناها بطريقتين، عشان القانون ده هيبقى مهم معانا كتير هنستخدمه في الدايليوشن. يبقى نمبر 6، كالكوليت ذا اماونت اوف صوديوم نيترايت. يبقى انا عايز الاماونت اوف صوديوم نيترايت، صوديوم نيترايت باكس جرام is required to prepare، عشان احضر 1 لتر. لو انا عملت ايه 1 في 20 واليلد كونسنتريشن معين 0.1% ويت بير فوليوم، ولكن هنا جايب لي من النيترايت ايون، يبقى هنا نيترايت ايون، تمام؟ ومديني المولكيولار ويت بتاع الصوديوم والاتوميك ويت بتاع المولكيولار ويت او الاتوميك ويت بتاع الصوديوم والمولكيولار ويت بتاع الصوديوم نيترايت. يبقى هنا جايب لي سوليوشن، السوليوشن ده فيه سترينث معين، ولكن الاسترنس ده من النيترايت ايون، وعايز بقى ايه الكميه اللي انا هاخدها من صوديوم نيترايت. يبقى لازم اجيب الكميه المكافئه الاول من النيترايت ايون ده التي تكافئ الصوديوم نيترايت، وبعد كده بقى اللي انا هطلعه هيبقى هو ده دنيتي كده، تمام؟ يبقى احنا ده اللي احنا عايزين نحضرينه، اللي عايزين نحضره. فاحنا بنقول انا بمسك الفورميليشن اللي انا عايز احضرها الاول، اوصل للناتج النهائي بتاعي، وبعد كده اطلع بقى للستوك سوليوشن اللي هو عايز اجيب منه قد ايه وابتدي اشتغل عليه. يبقى الاول كده زي ما احنا اتعودنا هنشتغل على الفورميليشن اللي هو عايزني احضرها له، ولكن اخد بالي ان هي فيها نيترايت ايون، يبقى NO2 ايون، ده ايون ده الموجود في الفورمولا الاخيره اللي انا هاخدها واشتغل عليها دلوقتي، 0.1% weight per volume، يعني 0.1 جرام نفكها عادي جدا لكل 100 مل او 100 مل، يبقى كام جرام في ال 20؟ انا بمشي ستيب باي ستيب، ستيب اب واحده واحده، او لو هنزل ستيب داون هتبقى واحده واحده برضو، يبقى احنا بنمشي كل مره خطوه واحده. يبقى احنا قلنا 1 ل 20 دول اللي هو ال 20 مل، الفوليوم النهائي هيبقى الكونسنتريشن او السترينث 0.1%، يبقى انا واخد 20 مل هيبقى فيهم كام
الاكس دي هتساوي 0.02 جرام، لو عملناها تبقى 0.02، وبالتالي الكمية دي موجودة في 20 مل، وبالتالي موجودة في الواحد مل، صح؟ مش انا واحد مل عملت له دايلوشن لعشرين وبعد كده الكونسنتريشن بتاعي وصل للسترينث الفلاني، ده نفس الافكار اللي احنا بنمشيها عادي. يبقى الكمية 0.02 جرام دي موجودة في كام؟ في 1 مل. طب انا مش عايز اعمل 1 مل، ده انا عايز اعمل 1000 مل اللي هو 1 جرام 1 لتر، تمام؟ انا عايز اعمل 1 لتر، يبقى همشي ستيب اب واحده كده. يبقى الاكس هنا هتساوي كام؟ 1000 في 0.02 حوالي هتبقى 20 جرام، يعني الاكس هنا 20 جرام، ولاخد بالي من ان هي نايترايت ايون، تمام؟ ناخد صفحه ثانيه. يبقى انا وصلت من نايترايت ايون ده انا محتاج 20 جرام عشان اعمل الفورميليشن اللي حضرتك اديتها لي وقلت لي حضرها دي، تمام؟ ولكن انا مش عايز كده، ده انا عايز الصوديوم نايترايت اماونت او بالجرام، يعني هاخد قد ايه بالجرام من الصوديوم نايترايت، يبقى اكس جرام من الصوديوم نايترايت. طب هل انا ينفع اعرف قد ايه صوديوم نايترايت موجود فيهم نايترايت ايون من الموليكولار ويت اللي هو مديهولي والاتوميك ويت بتاع الصوديوم؟ اقدر عادي، ده انا عندي 69 جرام من صوديوم نايترايت موجود فيهم بس كده يحتوي على اهو صوديوم قد ايه؟ 23 جرام. يبقى كل 69 جرام تحتوي على 23 جرام من الصوديوم، صح؟ يبقى انا لو طرحت اقدر اجيب كميه النيترايت اين الموجوده، اقدر اجيبها بسهوله جدا. مش الصوديوم نيترايت ده ايكوال صوديوم الكتله بتاع الصوديوم او الكميه اللي انا حطيتها بلس النيترايت الكميه بتاعه النيترايت، يبقى ده 69 جرام بسهوله، او 69 بسهوله خالص، 23 زائد النيترايت. يبقى انا لو عايز اجيب النيترايت يبقى النيترايت ده لوحده 69 ناقص 23 اللي هو هيبقى 6 من 2 4 و 9 3 من 6 6 جرام سهوله جدا. يبقى النيترايت ايون الموجوده في 69 جرام موجود فيهم 46 جرام، يبقى كل صفحه ثانيه، كل 69 جرام من الصوديوم نيترايت موجود فيهم كام؟ موجود فيهم قلنا كام؟ 46 جرام، 46 جرام من النيترايت ايون. طب انا طلعت كام اللي انا عايزه من النيترايت؟ 20 جرام اهو في الصفحه الثانيه. يبقى 20 جرام، انا محتاج 20 جرام من النيترايت تكافئ بقى كام جرام من الصوديوم نيترايت؟ بسهوله بقى جدا، طرفين في وسطين، الدنيا هتطلع بسهوله جدا. وكنا حلينا مسائل فلورايد تقريبا وحاجات كده شبه الفكره بتاعتها. يبقى انا عندي سترينث معين، ولكن السترينث ده في نيترايت ايون، فانا بجيب الفورمولا بتاعتي بشوف التحضيره هتبقى عامله ازاي وشكلها النهائي عامل ازاي، وبرجع بقى تاني اشوف انا محتاج اخد من ايه بالظبط. لو انا محتاج اخد من نفس الماده خلاص الدنيا هتبقى سهله، محتاج اخد من ماده تانيه يبقى هجيب ما يكافئها من وزن او مل من الماده التانيه دي عشان اقدر يبقوا الاثنين ايكويفالنت لبعض عشان اقدر اخد منها بسهوله جدا، وهيبقى الحل بتاعي صحيح ان شاء الله. نمبر 7، يبقى احنا كده خلصنا 6، نقول نمبر 7. نمبر 7 بيقول لي ايه؟ فارماسيست اد 120 مل من البوتاسيوم برمنجانيت. يبقى انا اخدت 120 مل من البوتاسيوم برمنجانيت سوليوشن كونتيننج 5% ويت بير فوليوم من البوتاسيوم برمنجانيت تو 1 لتر. يبقى انا حطيت دي كلها على لتر، وناخد بالنا ان احنا اد على لتر، حطينا الكلام ده كله على لتر من الميه، ووتر فور ريجيشن مش تفرق معايا ديلوانت وخلاص. وات از ذا فاينل كونسنتريشن؟ عايز الفاينل، اعمله اكسبريشن ويت بير فوليوم بيرسنت من البوتاسيوم برمنجانيت بريزنت. انا عندي دلوقتي الكونسنتريشن بتاعي انا 120 مل، الكونسنتريشن او السترينث فيهم 5% ويت بير فوليوم، 5% ويت بير فوليوم اعتقد ان احنا بقينا اساتذه في الموضوع ده، 5 جرام لكل 100 مل، وانا عايز احضر 120 مش عايز احضر 100، يبقى 120 مل فيهم قد ايه؟ يبقى الاكس دي لما نضرب طرفين في وسطين هتبقى 6 جرام، يبقى انا عندي 6 جرام عشان اوصل لل 120 مل، يبقى الفاينل كونسنتريشن ده هو المظبوط بالنسبه لي. طب انا ضفت ال 120 وقلنا ناخد بالنا اد ال 120 ل 1 لتر، يبقى الفاينل فوليوم كام؟ 1120، تمام؟ ما عملتش دايليوشن ل 1000 مل او ل 1 لتر، ده انا ضفت على ال 120
1 لتر تاني، يبقى الفاينل 1120 مل، يبقى الستة جرام دول موجودين في 1120. طب انا بقى عايز اعمل لها اكسبريشن، ده اللي هو قد ايه جرام موجود في 100 مل فقط، طرفين في وسطين. المسألة برضو سيمبل جدا يعني. Number A, the volume of 70% من الويت بير ويت سوربيتول سولوشن. الدنستي بتاعتي ده سوربيتول، الدنستي بتاعته 1.29 جرام بير مل. That must be، محتاج يعرف الفوليوم بقى اهو. That must be used to prepare، عشان احضر 100 مل من 30% ويت بير فوليوم سوربيتول سولوشن از، اللي هو عايز يعرف يعني الفوليوم قد ايه. يبقى انا عندي 70% ويت بير فوليوم سوربيتول، والدنستي بتاعته معينه اهي، محتاج بقى الفوليوم قد ايه اللي انا هاخده عشان احضر 100 مل من السترينث الفلاني ده. ولكن اخد بالي من السترينثز او الاكسبريشن اللي هو بيحطها لي هنا، percent weight per weight، وهنا percent weight per volume. هنبدأ من هنا، انا محتاج احضر 30% weight per volume، يعني 30 جرام لكل 100 مل، واشوف x جرام بقى موجودة في الفوليوم اللي انا عايز احضره، وهو هنا عايز يحضر 100 مل. فالحسن لحسن حظنا خلاص مش يبقى الخطوة دي مش هنعملها. يبقى انا عندي 30 جرام لكل 100 مل، ده البرودكت اللي انا عايز احضره من السوربيتول، يعني 30 جرام من السوربيتول موجودة في 100 مل من سوليوشن او الفاينل سوليوشن المحلول كله. فعايز بقى اخد قد ايه من الفوليوم بتاع السوربيتول اللي هو 70%. ده 70% يعني ايه؟ ناخد بس صفحة جديدة. 70% وناخد بالنا ان هو ويت بير ويت، 70% ويت بير ويت يعني 70 جرام سوربيتول موجودين في 100 جرام من السوليوشن. تمام، يبقى اللي انا اخدتها دي اللي هي 30 جرام اللي انا محتاجه بقى في تحضيرتي، هيساوي كام موجود في كام بالجرام؟ 30 جرام من السوربيتول موجود في اكس جرام من السولوشن. يبقى الاكس جرام دي لما اجي اشوفها 42.85 42.85 جرام من السولوشن. يبقى الكمية اللي انا اخدتها او اللي انا عايزها عشان اعمل الفورموليشن بتاعتي اللي هي 30 جرام من السوربيتول موجودين في كام؟ في 42.85 جرام من السولوشن كله. يبقى وزن الكمية اللي انا هاخدها بالاكسبريشن الفلاني ده. ولكن هو مش عايز كده، هو عايز الفوليوم، ما قاليش سيرة الجرام دي خالص. فمهم بقى ان انا اشوف الـ الكمية دي او الكتلة دي او الماس ده يكافئ او يوزن كام فوليوم، او الوزن ده يشغل كام من الفوليوم. زي ما احنا تعودنا بقانون الدنستي، الدنستي بيساوي ماس على فوليوم، فهو مديني الماس ومديني الدنستي، وعايز اشوف الماس دي تكافئ كام من الفوليوم ده. يبقى الفوليوم هيساوي ماس على دنستي، الماس اللي احنا جبناها 42.86 على الدنستي. فين هي الدنستي؟ هي 1.29 وكل ده هيطلع لي بالمل. يبقى الرقم الفلاني اللي هو 33.2 مل. يبقى احنا كده حلينا المسألة زي ما هو عايزها. تمام كده، سهلة برضو. مش 9 the amount of chlorhexidine diacetate، انا عايز الكلوروهكسيدين diacetate that would be required to prepare 100 مل. انا محتاج احضر 100 مل وعايز اجيب الاكس جرام من الكلوروهكسيدين diacetate ده. تمام، محتاج احضر 100 مل او would be required to prepare 100 مل من الالكوهوليك سوليوشن such that 10 مل diluted ل 500 دايل. ناخد بالنا عملت لهم دايليوشن ل 500 مل 70% الكول، produce هيعمل لي concentration 1 الى 2000 سوليوشن من الكلوروهكسيدين داي اسيتيت، ومحتاج بقى الجرام. يبقى انا زي ما احنا تعودنا المسائل ان شاء الله كلها سهله يعني. انا هنزل الفورميليشن بتاعتي، السترينث بتاعي 1 جرام لكل 2000 مل. انا دلوقتي السترينث بتاعي اللي انا عايز اوصل له 1 جرام لكل 2000 مل. طب انا الكونسنتريشن ده نتج من ايه؟ نتج من دايليوشن لحد 500 مل. يبقى ال 500 مل دول هيبقى فيهم كام اكس جرام؟ هتساوي 50 على 0.2، حوالي هتبقى ربع جرام. يبقى الاكس دي هتساوي ربع جرام، الربع جرام دول موجودين في ال 500 مل. طب ال 500 مل دول اصلهم كام؟ اعمل ستيب اب، يبقى ال 500 مل دول اصلا انا جايبهم من 10 مل، يبقى الربع ده
باللوجيك كده الربع جرام دي هتبقى موجودة في 10 مل، يبقى 0.25 جرام موجودين في 10 مل مفيش مشكلة. طب انا بقى عايز احضر 100 مل كاملين، يبقى ال 100 مل دول هيبقى فيهم اكس جرام من الكلوروكسيدين داي اسيتيت. المسألة برضو سهلة جدا. نمبر 10، هاو ماتش ميثايلين بلو از نيدد تو ميك 120 مل. انا محتاج احضر 120 مل اوف 1 الى 2000 او 25000. سهلة جدا، 1 جرام لكل 25000، يبقى كام في 120 مل؟ سهلة قوي يعني. والاخر هتجيبها بالملي جرام، فالكمية بالجرام اللي طلع بس هتضربها في 1000 عشان تطلع بالملي جرام. شوف رقم 11، جليسرايل ترينيتريت نايتريت انجكشن كونتينز 50 ملي جرام، يبقى دي رقم 11، 50 ملي جرام من الجليسرايل تراي نايتريت لكل 10 مل. حلناها قبل كده دي ولا ايه؟ ماشي نشوفها كده. دايليوتد ل 500 مل من صوديوم كلورايد، وات از ذا فاينل كونسنتريشن بالمايك؟ اي ثينك ان احنا حليناها يعني. تمام، يبقى انا عندي 50 ملي جرام عملت لهم دايليوشن موجودين في 10 مل، دايليوتد ل 50 ل 500 مل، يبقى ال 50 دول في الاخر موجودين في 500 مل، يبقى هو عايز لي كام ملي جرام لكل مل، وبعد كده الملي جرام دي ولها الى المايكرو جرام بقى ان انا اضرب في 1000. تقريبا حليناها وسهله جدا يعني. Concentrated chloroform water contain 10%، دي رقم 12، موجود فيها 10% volume per volume من الكلوروفورم، تمام؟ وده concentrated solution أو stock solution. Mix charcoal for 2.5%، يبقى 2.5% volume per volume، ده المكتشر بتاعي. concentrated chloroform water mixture، يعني كلوروفورم الكونسنتريتد ده مع الميه، يبقى ده الميكشر بتاعي بالمنظر او بالسترينث ده. how much chloroform، محتاج الكلوروفورم per day قد ايه؟ would the patient be receive if they were taking 15 مل of mixture 4 مرات في اليوم؟ يبقى هو بياخد 15 مل من الميكشر 4 مرات في اليوم، يبقى الدوز بتاعتي نحسبها عشان هو عايز التوتال فوليوم بير داي. يبقى انا دلوقتي الجرعه بتاعتي اليوميه او توتال دوز بير داي، اللي بيحب يسمع كده وكده، يبقى انا محتاج 15 مل من الميكتشر 4 مرات، اللي هي توتال مل كام؟ 60 مل. انا محتاج الجرعه اليوميه من الميكتشر، اخد بالي ان انا هنا بتكلم عن الميكتشر 60 مل في اليوم، ولكن الميكتشر بتاع السترينث عندي 2.5 مل عشان دي فوليوم لكل 100 مل، عشان دي فوليوم بير فوليوم، فناخد بالنا من الاكسبريشن كويس. احنا كده وصلنا ان التوتال دوز بتاعي 60 مل في اليوم من الكلوروفورم كونسنتريتد كلوروفورم ووتر، يبقى انا دلوقتي عندي 60 مل من الميكتشر ده هياخدهم في اليوم، اللي هو الميكتشر فيه كونسنتريتد كلوروفورم ووتر، ولكن مش ده اللي انا عايزه، انا عايز كميه الكلوروفورم اللي في الكونسنتريتد سوليوشن اللي هو قال لي عليه. طب الميكتشر ده اصلا السترينث فيه بتاعي 2.5% 2.5% فوليوم بير فوليوم، يعني ايه؟ يعني 2.5 كلوروفورم موجودين في 100 مل كونسنتريتد كلوروفورم سوليوشن، وانا هاخد 60 مل، هاخد 60 مل من الميكتشر ده، فهيبقى فيه قد ايه مل كلوروفورم كونسنتريتد سوليوشن موجود فيها؟ يبقى الكونسنتريتد كلوروفورم سوليوشن هو هيبقى اكس بقى 60 في 2.5 على 100، 60 في 2.5 هيبقى 1.5 مل. الواحد ونص مل كونسنتريتد سوليوشن من الكلوروفورم ده تعادل كام فيهم كلوروفورم فقط؟ وهو ده اللي هو عايزه. لو انا عندي الاسترينث بتاعي الاصلي 10% او الستوك فوليوم بير فوليوم، يعني 10 مل لكل 100 مل، 10 مل من الكلوروفورم موجودين في 100 مل كونسنتريتد سوليوشن. طب انا عندي وصلت هنا 1.5 concentrated solution، هيبقى فيهم اكس مل من الكلوروفورم طرفين في وسطين هتيجي بسهوله. يبقى رقم 13 بيقول لي ايه؟ هاو ميني مل من ال HCl، يبقى عايز المل من ال HCl اللي هو 36.8% weight per volume، ومديني الدنسيتي بتاعتي 1.19 وعايز الفوليوم. عشان احضر ايه؟ بحضر 4 لتر
من 10% ويت بير فوليوم دايل اتش سي ال او دايليوتد اتش سي ال. يبقى اللي انا عايز احضره اللي هو الكونسنتريشن بتاعي كام او السترينث 10% ويت بير فوليوم اللي هو 10 جرام لكل 100 مل، ولكن انا مش عايز احضر 100 مل، ده انا عايز احضر 4 لتر اللي هم 4000 مل. يبقى هيبقى فيهم اكس جرام من الاتش سي ال اكشوال هتبقى 400 جرام اتش سي ال. طب انا عايز بقى قد ايه هاخد مل من الاتش سي ال اللي هو الكونسنتريشن اللي هو مدولي فوق ده، يبقى اللي هو 3.6 و8 من 10 36.8% ناخد بالنا ويت، ناخد بالنا ان هو ويت بير ويت من الكونسنتريشن ده، يبقى 3.6 و8 من 10 جرام اتش سي ال موجودين في 100 جرام من التوتال ميكتشر او الميكتشر الموجود. طب انا عندي 400 جرام من الاتش سي ال، هيبقوا موجودين كام اكس في التوتال؟ ولكن الاكس دي هتطلع لي بالجرام. خلاص احنا حفظنا بقى الاكس اللي طلعت بالجرام دي، اقدر اعرف هي تشغل فوليوم قد ايه من قانون الدنستي، بيساوي ماس على فوليوم، اذا الفوليوم بيساوي ماس على دنستي، والماس اللي احنا طلعناها اللي هي بالجرام هنا هنحطها هنا بسهوله، ونحط الدنستي هتطلع لي بسهوله، مش محتاجه برضو حاجات كتير. رقم 14 اكسبريس 1 الى 80 كالسيوم هيدروكسيد بيرسنت ويت بير فوليوم، سهله جدا 1 جرام لكل 80 مل، يبقى اكس جرام في ال 100 مل، سهله برضو مش هنحلها يعني. هنا بيقول لي اكسبريس 1 ل 500 اتروبين سلفيت ملي جرام بير مل، يعني 1 جرام لكل 500 فاكس جرام موجودين في 1 مل، ونبتدي نضربها في 1000 عشان نجيب الملي جرام. وخلي بالكم اليونتس، وات فوليوم اوف ديستلد ووتر ماست بي ادد تو 500 مل من الايثانول 70% فوليوم بير فوليوم تو ريديوس ذا كونسنتريشن تو 45% فوليوم بير فوليوم. يبقى انا عندي 2 كونسنتريشن و 1 فوليوم وعايز الفوليوم الثاني، يبقى بسهوله جدا انا عندي كونسنتريشن فوليوم 500 مل من كونسنتريشن 70% ومحتاج اضيف ميه قد ايه عشان اوصل لكونسنتريشن ثاني 45%. يبقى انا عندي الفوليوم هنا موجود، لو انا مشيت بقانون C1V1 اداني 2 كونسنتريشن ايكوال C2V2، هو مديني اوريدي 2 كونسنتريشن او 2 سترينثز اللي هو 71%، وانا عايز اوصل ل 40% صح كده، ومديني 2 مديني 1 فوليوم اللي هو الفوليوم بتاع ال 70 اللي هو 500، هاخد منه 500، ومحتاج اعرف بقى التوتال فوليوم. ناخد بالنا بس ان ال V2 ده هيبقى التوتال سولوشن فوليوم، يعني بعد ما ضفت الميه على ال 500 ده، فاللي هيبقى ده موجود هيبقى الفوليوم بتاع الميه الووتر بلس الفوليوم بتاع المحلول نفسه اللي هو كانوا 500 مل قبل كده. يبقى نيجي بقى نقولها كده C1V1 equal C2V2، C1 كان 70% في ال V2 كان 500 مل equal C2 اللي هو كان 45%، يبقى 45 في ال V2 اللي هو انا مش عارفه، يبقى ال V2 هيساوي 70 في 500 على 45 هيطلع لي كام؟ 7.78 مل. ولكن ناخد بالنا ان الفوليوم الجديد ده هيبقى هو فوليوم الميه، والفوليوم الاصلي اللي هو كان 500 اللي هو فوليوم المحلول اصلا اللي انا عملت له دايليوشن، يبقى هو بقى عايز الفوليوم اوف ديستلد ووتر فقط، يبقى اقدر اجيبها من طرح الاثنين، يبقى الفوليوم التوتال اللي هو 7.77 مل بيساوي 500 الفوليوم الاصلي زائد الفوليوم اوف ووتر اللي انا عملت بي دايليوشن اكس اوف ووتر، يبقى لو اديت ال 500 دي ناقص ويبقى هطرح الاثنين من بعض هيديني الفوليوم اوف ووتر بسهوله جدا. رقم 17 بريبير 100 مل، يبقى دي 17 بريبير 100 مل من البنزويك اسيد 5% ويت بير فوليوم من البنزويك اسيد، من البنزويك اسيد 8% ويت بير فوليوم بلس بروبيلين جلايكول، ومحتاج الفوليوم، محتاج الفوليوم اوف بنزويك اسيد اللي هو 8% قد ايه. يبقى انا دلوقتي محتاج احضر 100 مل من البنزويك اسيد بالسترينث الفلاني اللي هو 5% ده، يبقى هو مديني احضر 100 مل، يبقى ادي فوليوم واحد من 5% سترينث اللي هو كونسنتريشن او سترينث 1، وهعمل بقى من ايه؟ هعمل من 8% دي كونسنتريشن 2، ومحتاج اعرف قد ايه هاخد منه
فوليوم. اي ثينك ان هي سهله، ب سي 1 في 1 ايكوال سي 2 في 2. قلنا القانون ده هنستخدمه كتير، ولكن نفهم القانون ماشي ازاي. يبقى سي 1 اللي هي 5 في 100 بيساوي سي 2 اللي هي 8 في في 2. الفي 2 هنيجي نلاقيها 500 على 8. هاو ماتش ايثانول رقم 18، هاو ماتش ايثانول 90% ويت فوليوم بير فوليوم از ريكواير تو بريبيرد. قد ايه هاخد منه مل عشان احضر كونسنتريشن تاني 50% فوليوم بير فوليوم، والفوليوم بتاعي 500 مل. برضو سي 1 في 1 ايكوال سي 2 في 2، 90% في الفوليوم اللي انا عايزه بيساوي 50 في 500، طرفين في وسطين، الدنيا سهله. رقم 19، وات از ذا فوليوم اوف ووتر ذات ماست بي ادد تو 400 مل من الايثانول تو ريديوس الكونسنتريشن تو 45%. تقريبا دي لنفس المساله اللي فوق. يبقى انا، طب نقولها تاني كده، يبقى انا عندي عايز الفوليوم اوف ووتر، دي رقم 19، فوليوم اوف ووتر قد ايه اللي هضيفه على 400 مل من الكونسنتريشن 70%. يبقى سي 1 في 1 بيساوي كونسنتريشن قد ايه فوليوم في 45%، والفوليوم برضو هنا هيبقى التوتال، اطرح من 400 ناقص الفوليوم النهائي عشان يطلع كميه الميه. هي نفس الفكره بتاعه السؤال اللي هو رقم 16، نفس فكره 16. صوديوم فلورايد دي رقم 20، قد ايه منه هاخد قد ايه. لو انا عندي عايز احضر 200 مل من سوليوشن 30 في دايليوشن ل 1 لتر من الميه، لقيت الكونسنتريشن او السترينث 1 بارت بير مليون من الفلورايد ايون، ومديني برضو الميوليكولار ويت والاتوميك ويت اللي احنا هنطرحهم من بعض عشان نجيب الايكويفالنت بتاعتهم ونبتدي نشوف بقى الدنيا فيها ايه. ولكن انت عملت دايليوشن ل 1 لتر من الميه، قال لك خد بالك ان الدرينكينج ووتر اصلا فيها 0.5 بارت بير مليون من الفلورايد ايون. يبقى احنا كده عايزين نوصل ل 1 بارت بير مليون من الفلورايد ايون، ونشوف ال 1 بارت بير مليون ده موجود قد ايه او يكافئ قد ايه من الصوديوم فلورايد، وبعد كده اقدر اشوف انا هاخد قد ايه من الصوديوم فلورايد. يبقى سهله جدا، نفس فكره النيترايد. يبقى انا دلوقتي عايز اوصل ل 1 بارت بير مليون من الفلورايد ايون، والميه اللي انا ضفتها فيها نص. يبقى انا الفكره الاساسيه ان انا نص بارت بير مليون ده اللي انا عايز اوصل له، وكده كده هضيف ميه اللي هي نص كمان، ففي الاخر وصلت ل 1 بارت بير مليون. فناخد بالنا من الحته دي اللي هو المعلومه اللي هو اداها لي. نص بارت بير مليون يعني ايه؟ يعني 0.5 جرام لكل مليون مل، اللي هو 10 اس 6 مل. طب انا مش عايز اعمل كل ده، ده انا ال 1 بارت بير مليون دول عملت لهم دايلوشن للتر اللي هو 1000 مل، يبقى اكس جرام كانوا موجودين في 1000 مل. لما نيجي طرفين في وسطين، 0.5 في 1000 على 10 اس 6، 3 اصفار مع 3 اصفار، يبقى 0.5 في 10 اس 3 اللي هي ممكن نعملها 5 في 10 اس سالب 4 جرام، ونريح نفسنا عشان تبقى المساله سهله. التحضيره بتاعتي اللي هي فيها القصص دي كلها، عشان احضرها محتاج 5 في 10 اس سالب 4 جرام من الفلورايد ايون. ناخد بالنا اللي احنا كنا بنحله ده كله عن الفلورايد اهو، مش على الصوديوم فلورايد. طب هو قال لي معلومه ان الصوديوم فلورايد المولكيولار ويت بتاعها 42 والاتوميك ويت بتاع الفلورايد 19، تمام؟ يعني كل 42 جرام من الصوديوم فلورايد ده موجود فيهم 19 جرام من الفلورايد. يبقى كام بقى جرام من الصوديوم فلورايد ايكويفالنت او هيبقى موجود فيهم الرقم اللي احنا طلعناه ده اللي هو 5 في 10 اس سالب 4 من الفلورايد ايون، صح كده؟ يبقى الصوديوم فلورايد هيديني رقم، تمام، اللي هو مثلا هنعوض عليه بواي. يبقى الواي ده ناخد بالنا ان هو موجود في 1 لتر، مش احنا هنا عملنا الموجود الكميه الموجوده في لتر قد ايه اللي هو طلع لي الرقم ده، فناخد بالنا ان ده موجود في 1 لتر. يبقى الواي ده موجود في 1000 مل اللي هم انا اصلا واخدهم من 30 مل، يعني في الاخر هلاقي واي موجوده في 30 مل. وانا بقى عايز احضر 200 مل، يبقى ال 200 مل دول هيبقى فيهم كام صوديوم فلورايد؟ اي ثينك يعني ان الامور
هتبقى سهلة. ممكن الخطوة دي أعملها قدام وممكن أسيبها للآخر، والأفضل إن حضرتك تسيبها للآخر وتبتدي تعملها كده. يبقى إحنا كده طلعنا نفس فكرة النيترايت، برضو طلعنا الإكويفلنت بتاع الفلورايد الأول، وخدنا بالنا بس إن هو قال لي معلومة إن المية اللي أنا هضيفها دي فيها نص بارت بير مليون من الفلورايد، وانا محتاج اوصل لكونسنتريشن او سترينث هيبقى فيه كله توتال 1 بارت بير مليون، يعني كانه بيقول لي اوصل للنص، والميه اللي هتحطها نص يبقى واحد. يبقى انا جبت الايكويفالنت من الفلورايد اللي موجودين فيه او الكميه بتاع الفلورايد الموجوده في الفورمولا بتاعتي الاول، وبعد كده بشوفها ايكويفالنت الكام المولكيولار ويت والاتوميك ويت بتاع الفلورايد والصوديوم فلورايد، ولكن اخد بالي ان الكميه دي موجوده في 1000 مل اللي هو 1 لتر، وبالتبعيه هتبقى موجوده فين؟ في 30 مل. يبقى ال 30 مل موجود فيهم الكميه اللي هتطلع لي بقى بعد ما تحسبوها، وانا عايز احضر 200 مل هيبقى فيهم كام؟ المساله هتبقى سهله. رقم 21 A pharmacist wishes to make 250 مل solution، انا محتاج اعمل 250 مل 15% weights per volume of a drug in absolute alcohol. يبقى انا 15% دراج في الكول، هاو ميني مل محتاج المل من الالكول ده، وود بي نيدد لو السبيسيفيك جرافيتي كذا بتاع الابسولوت الكول، والسبيسيفيك جرافيتي بتاع ال 15% اوف دراج ان ابسولوت كذا. برضه سهله، 15% من الدراج الموجودين اللي هي ويت بير فوليوم، يعني 15% ويت بير فوليوم يعني 15% من الدراج موجودين في 100 مل من التوتال سوليوشن او اللي هو الالكول بقى الكهوليك سوليوشن ده اللي هو سماه ابسولوت الكول. يبقى كام جرام من الدراج دي 15، كام جرام من الدراج موجودين في 250 مل اللي هو اللي انا هعمله؟ يبقى الاكس بالجرام دي هتساوي 37.5 جرام. يبقى وزن الماده الفعاله، الماده الفعاله اللي هو الدراج، بيساوي 37.5 جرام. ولو قدرت اجيب وزن السوليوشن كله واطرحهم الماده الفعاله، هقدر اجيب وزن الالكول لوحده، ومن قانون الدينستي زي ما احنا تعودنا اقدر اجيب الوزن ده يمثل كام من الفوليوم من الالكول. يبقى انا كده وصلت لوزن الماده الفعاله اللي هو الدراج 37.5 جرام. اجيب بقى وزن الالكول ازاي؟ الدينستي بيساوي ماس على فوليوم، ده طبعا للسوليوشن، يعني بنتكلم كده على السوليوشن عشان اشوف وزن السوليوشن كله كام. انا عندي الدينستي اللي هي بتاعه السوليوشن اللي هو 0.952 بيساوي الماس بتاعتي اللي هي انا عايزها. انا عايز وزن السوليوشن على الفوليوم التوتال، انا خدت 250 مل، يبقى 250 طرفين في وسطين هتساوي 250 في 0.952 اللي هي 238 جرام. ده وزن المحلول كله. طيب وزن الكحول او الالكول بيساوي وزن المحلول ناقص وزن الدواء اللي هو 238 ناقص 37.5 هتديني 200.5، ماشي 200.5 جرام. ال 200.5 جرام دول هم وزن الكحول لوحده، وزن الالكول، ولكن هو عايز المل اوف الكول. يبقى المل بقانون الدينستي برضو بيساوي الماس على الدينستي، سهل جدا. يبقى رقم 22 محتاج يقول لي ايه؟ what is the percentage volume per volume من الايثانول، ده اللي محتاجه، بيساوي x من الايثانول لو 100 مل من اللي هو 85% weight per weight، والمدين الاسبسيفيك جرافيتي بتاع 100% ايثانول اللي هو الايثانول الخالص، وال 85% اللي هو الميكتشر. تمام، كل القصه ايه؟ ان انا عندي هو مديني ويت بير ويت، وعايزنا اجيب اكسبريشن فوليوم بير فوليوم. يبقى سهله جدا بقانون الدينستي، اقدر اشوف الويت ده يشغل كام فوليوم او حيز من الفوليوم قد ايه بقانون الدينستي، صح كده؟ طب انا عندي 85% ويت بير ويت، يعني ايه؟ يعني 85 جرام من الايثانول موجودين في 100 جرام من التوتال ميكتشر. تمام، يبقى ال 85 جرام من الايثانول ده، ده الايثانول البيور اللي هو 100% بدون اي اضافات. يبقى اقدر اجيب ال 85 دول يشغلوا فوليوم قد ايه؟ اقدر بقانون الدينستي، فوليوم بيساوي الدينستي او السيسمك جرافيتي، مش هتفرق معانا الاثنين هنستخدمهم نفس الاستخدام، الماس على السبيسيفيك جرافيتي او الدينستي.
الماس اللي هي 85 على السبيسيفيك جرافيتي بتاع 100%. فين السبيسيفيك جرافيتي بتاع 100%؟ 0.7 0.7937. والاتنين دول هيدوني رقم، الرقم ده بالمل 107.9 من 100، وتسعة من 100 من المل ده ما يشغله الألكول اللي هو 85 جرام. طيب المية جرام بقى اللي هو توتال ميكشر دول اللي هم بقى مش بيور، اللي هو هيبقى 85% يشغل كام من الفوليوم اللي هو الماس برضو اللي هو 100 جرام على السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اللي هي 0.8337، هيديني رقم اللي هو 119.95 من المل. يبقى 107 دول الايثانول، يبقى 107.9 ايثانول موجودين في كام مل؟ في 119.95 اللي هي 85 جرام لكل 100 جرام، اللي هي نفس الاكسبريشن اللي فات، ولكن احنا قدرنا نحولها لفوليوم لان هو عايز بيرسنت فوليوم بير فوليوم. يعني ايه بيرسنت فوليوم بير فوليوم؟ يعني اكس مل من الايثانول موجودين في 100 مل من التوتال بتاعي، طرفين في وسطين جت يعني بسهولة. رقم 23 determine the volume of purified water required to make 150 مل من الفولوينج سوليوشن: بوتاسيوم ايودايد 800 جرام، بيورفايد ووتر 800 مل، وسبيسيفيك جرافيتي بتاع البوتاسيوم ايودايد وبتاعة السوليوشن نفس الكلام، نفس برضو الفكرة. انا عايز الفوليوم اوف ووتر، فلو انا جبت الفوليوم بتاع المادة الفعالة والفوليوم بتاع التوتال سوليوشن وطرحت الاتنين من بعض اقدر اجيب الفوليوم بتاع المية. انا محتاج احضر 150 مل من البوتاسيوم ايودايد سوليوشن ان ووتر، تمام؟ وانا عندي الفورميلا بتاعتي بتقول لي في 800 جرام اسف من البوتاسيوم ايودايد موجودين في 800 مل من السوليوشن او من الووتر، يبقى كله 800 مل. طيب اكس جرام بوتاسيوم ايودايد موجود في ال 150 اللي انا عايز احضرهم دول، يبقى الاكس جرام دي 800 في 800 يبقى 150 في 150، يبقى 150 جرام من البوتاسيوم ايودايد. ده بالجرام اهو، انا عايز الفوليوم في الاخر، الفوليوم اوف ووتر، اقدر اجيب ده يشغل فوليوم قد ايه من السبيسيفيك جرافيتي بتاع البوتاسيوم ايودايد، اللي هي الفوليوم بقى بيساوي 150 على السبيسيفيك جرافيتي بتاعتي اللي هي 3.33، هتساوي رقم معين. نعملها كده، 150 على 3.33 بتساوي 45 مل، هتديني 45 مل. ده الفوليوم بتاع البوتاسيوم ايودايد اللي بيشغله البوتاسيوم ايودايد. يبقى انا بقى عايز كمية المية، يبقى انا عندي 150 مل توتال اللي هو التوتال فوليوم بتاع المحلول كله، لو طرحته من 45 مل بتاع الدواء نفسه او البوتاسيوم ايودايد يعني هيديني 105 مل، هيبقى ده صافي الفوليوم بتاع الووتر. يبقى احنا كده خلصنا برضو شابتر 6 اللي هو dilution of liquid preparation. هندخل بقى على dilution of solid formulation.